السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير عليكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة المحور في كل مكان. حلقة جديدة وبرنامجكم مطبخ عظيم. تحياتي واحترامي لحضراتكم، كل سنة وحضراتكم طيبين وألف صحة وسلامة. من هنا لحد إيطاليا، كل حبايبنا في الدول العربية وفي الدول الأوروبية كمان، بنحييكم من خلال مطبخ عظيمة. أشكر حضراتكم جدا على التعليقات الرقيقة، شكرا على التطبيقات الجميلة. إن شاء الله نحاول النهاردة نعرض منها حاجات لطيفة. اسمحوا لي في البداية طبعا أذكر كل مشاهدينا الكرام بمواعيد برنامجنا احنا يوميا من الساعة 1 للساعة 2 والإعادة الساعة 6، ما عدا يوم الجمعة بيكون حلقة مجمعة منوعة بناء على طلب أصدقائنا وحبايبنا اللي مواعيدهم ما بتوافقش موعد برنامجنا الصبح، لكن يقدروا يشوفوها يوم الجمعة بإذن الله. اسمحوا لي كمان أفكركم بصفحتنا على الفيسبوك مطبخ عظيمة بالعربي، ومن خلال صفحتنا احنا بنعرض فيها كل مكون أو كل وصفة بنعملها، لكن بتنزل مستقلة علشان تقدروا تدخلوا على لينك الوصفة فقط، ما تضطروش تشوفوا الحلقة كاملة. كمان لينك الحلقة بينزل كامل بناء على طلب حضراتكم. بنزل الطريقة كتابيا على صفحتي الشخصية علشان أوفر على حضراتكم، لو ما فيش باقات نت نبقى احنا بنحاول يعني ايه نساعد على قد ما نقدر. طيب في البدايه اسمحوا لي افكركم ان معانا جروهي، طبعا منتجات جروهي منتجات مصريه 100%. خلينا نقول ان لما بيكون منتج مصري راقي بيكون فيه يعني ليه كده جوده من الجودات العاليه، يعني احنا بنبقى منبهرين ومبسوطين وسعداء وفخورين جدا لانه منتج مصري في النهايه. عندنا عليه ضمان، في حاجات عليها ضمان سنه وحاجات لثلاث سنين. تقدروا تدخلوا لاقرب فروع جروهي من خلال الفروع اللي هتنزل ارقامها او عناوينها علشان توصلوا لاقرب فرع خاص بحضراتكم. تدخلوا على اي فرع تشوفوا، يعني بصوا كده وخدوا خلفيه وقولوا لي رايكم ايه. اي حاجه عايزين تسالوا عليها خاصه بالمنتجات ابعتوا لي، انا برد والله بامانه شديده، وهم كمان ناس يعني موضع ثقه جميله جدا، وانا بشكرهم حقيقي من خلال برنامجي، لان انا سعيده ان هم كمنتج يعني ايه ناس بتقول اللي ليها واللي عليها، فانا بشكرهم جدا بجد والله من خلال مطبخي. كمان خلينا نقول ان بالنسبه لاي حاجه خاصه بالصيانه او انتوا عايزين تسالوا على سعه حاجه او اسعار حاجه، الخصومات الخاصه ببرنامجنا من خلال التليفونات من خلال الهوت لاين اتصلوا بيهم واعرفوا، واعرفوا بره في الهايبرز تنزل اسعار ثانيه، اعرفوا في فرق بيننا وبين الهايبرز بره علشان تعرفوا ان هم كمان عاملين هدايا ليكم، ان شاء الله يبقى في هدايا كمان على راس السنه وعلى الكريسماس عشان اخواتنا المسيحيين. كل سنه وحضراتكم طيبين ويجعلها سنه سعيده علينا جميعا يا رب في كل انحاء العالم. طيب قبل ما اقول احنا هندخل بقى في الوصفات، لا هقول الاول احنا هنعمل ايه النهارده بناء برضو على طلب حبايبنا كتير جدا، ولو ان يعني احنا عملناها مره قبل كده لكن هنعملها النهارده علشان خاطر حبايبنا اللي سالوا على الصفحه في فكره الكوارع. سيدات كتير جدا عايزه تعملها، بتتوقف عند فكره التسويه وعند فكره الزفاره وعند فكره التنظيف، هنتكلم عن كل الحاجات دي. هنعمل الكوارع، هنعمل الكوارع هنقولها من الالف للياء هنعملها ازاي، وهنتكلم على شوربة بتاعتها تبقى منكهة فيها ايه، وهنعمل طاجن الكوارع حلو كده بالحمص والخضار، شوية طاجن حلو للي حابب ياكله من الفرن بيحب ياكله بالعظم. بس طبعا هنتكلم برضو على فكرة الكوارع بنشتريها منين وازاي. هنعمل محشي ورق عنب ونحط معاه شوية كوارع، بس نعملها كده توليفة بعد ما تتسلق يبقى ليه طعمه حلو، مش بس فكره ان انا اسقي ورق العنب بشوربه الكوارع يبقى هو ده الكوارع، لا انا عاملها بقطع الكوارع المخليه بعد ما اسلقها علشان انزلها مع الورق عنب. طيب خلينا الاول نقول قبل ما ابدا ارجع ابدا في وصفاتي، اطلع الاول فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نبدا في اول وصفاتنا ان شاء الله. ففاصل ومستنيه حضراتكم. ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام مره تانية بعد الفاصل. احنا دلوقتي هنبدا نقول مقادير الكوارع. هنقول احنا بنشتري الكوارع سواء كارع واحد او اتنين، بيفضل الامامي طبعا. اي حد عنده جزار او بيجيبها من المذبح او ليه مكان موثوق فيه بيجيبها منه، لازم تبقى مغسوله كويس قوي، شايلين الشعر اللي فيها، مغسوله حلوه بالميه والملح والخل، نظيفه 100%، يعني نكاد تكاد الميه تكون نظيفه ورايقه. وكمان عايزين نديها بقى ايه، اقول الفكره الاولانيه بقى، احنا اول ما بنشتري خلاص الكوارع من مكان احنا ضامنينه وثيق واثقين فيه وخلاص جبناها وغسلناها ونظفناها وتمام، اول حاجه انا عن نفسي يعني كعظيمه بعمل كده. انا طبعا ما بحبهاش بس انا بعملها حلو علشان انا كان حمايه بيحبها جدا واخواتي بيحبوها جدا، فانا بعملها علشان في ناس كتير قوي تحب تاكلها عندنا، فيعني ايه اللي هو لازم نبقى عارفين نعمل كل حاجه. فانا باخد الكوارع بديها الاول صدمه، هقول لكم هديها صدمه ازاي، وبعد الصدمه دي وبعد ما الميه تغلي
ابدا ارمي الميه الاولانيه دي اللي فيها كل الزفاره وكل الفوم وكل الحاجات تاكيدا مره اخرى على نظافتها. خليني الاول احط نقطه زيت واحده، هقول لكم دلوقتي بحطها ليه. وبعدين اخد كام فص مستكه، مش كتير لان انا عايزه اكسر الريحه، فانا عايزاها تبقى مظبوطه جدا. و هاخد كده تسيح بس دول يسيحوا، ساحت هبدا انزل الكوارع. بصوا بقى دي شوربه الكوارع، شرايح الليمون بس. طب جيبوا لي هنا عشان دي هتروح مني. اوكي، وشرايح الليمون وخيار وجزر وبصل وكرفس، ورق لورا وحبهان ومستكه. بصوا بقى ساحه المستكه في معلقه الزيت، هنزلها اديها صدمه كده. شعور جميل لما الواحد يبقى بيعمل حاجه هو مش بياكلها مش بيحبها اصلا. طيب انتوا تحبوها؟ ماشي خلاص، انا كده انا مبسوطه والله. طيب اهو صدمه كده حلوه يا سيدي، قلنا نجرب في كرعايه واحده. اهم حاجه بقى انا دايما اقول ايه، عشان ده برضو اتعلمتها من الجزار، يقول لي حضرتك يبعت لي البتاع على بعضها، اقول له طب حضرتك افصلها. ففي الاول قال لي انا ببعتها لحضرتك حته على بعضها عشان تتاكدي انها قطعه، يعني حته واحده، مش من كل يعني مش اي مش كل شنكين يعني اي حاجه تانية. ففهمت ان هو لازم يفصلها كده لحد ما بس هي ماسكه بعضها في نفس الكرع، يعني ايه حته واحده. ريحه المستكه طبعا روعه، هي بصوا نظيفه وبيضه وزي القشطه وزي القمر. هبدا بقى ايه، هحط شويه ميه عادي جدا بس ميه سخنه. اول شويه ميه هيغلوا، يعني اول شويه ميه هيغلوا دول هرميهم. اول ما يدوا فوم كده، اول ما يدوا فوم ويغلوا شويه هرمي الميه دي وهغيرها واحط ميه جديده. بصوا بقى الفكره ان انا ببقى شلت نسبه الزفاره المتبقيه، حتى لو انا عندي شك بتبقى رائعه رائعه. الميه لازم تكون سخنه جدا عشان بس نبقى متفقين. هوريكم دلوقتي اللي انا سلقاها عشان ايه تشوفوا شكلها ايه بعد ما اتسلقت، لكن لازم نعمل برضو جزء عشان حضرتك تشوفوا احنا حطينا فيها ايه. هتغلي الميه، طلع فوم ابيض، خد الميه دي ادلقها، هشطف الكوارع تاني وهعمل نفس اللي انا عملته ده، لكن اضافه بقى الشوربه والمنكهات اللي هي هتبقى عباره عن الجزر، البصل، الكرفس، لو في كرات، عندي عود قرفه، عندي حبهان ومستكه وورق لورا. هحط بقى، هبدا بقى احط منكهاتي كلها، بس دي خطوه اولانيه ريت حضراتكم تعملوها بعد اذنكم عشان دي بتفرق جدا. ادي ورق اللورا، بحط عود قرفه خشب، ما بتغيرش الطعم ما تخافوش. وادي كام فص حبهان، نكه بقى الشوربه بتاعتنا الحلوه دي، جزر. شوربه يعني تشربوا شوربه تبقوا مبسوطين وانتوا بتشربوها حقيقي بجد. المستكه طبعا هدوب طبعا معلقه تانية في المستكه، يعني لازم ادوب برضو واحده مستكه وبنفس نقطه الزيت واشوح فيها تاني الكوارع وابدا اضيف عليها الميه السخنه كل منكهات بصل عندي طماطميه عايزه احطها، احط كل منكهات اللي انا حباها هحطها. عندي شويه كرفس اهم بيدوا طعم حلو جدا، واحط شريحتين ليمون. اوكي، ملح وفلفل، رشه ملح خفيفه ورشه فلفل. طبعا حطيت كل اللي احنا حابين نحطه علشان تطلع شوربه ليها ريحه حلوه وطعم حلو. ودي احلى حاجه في الموضوع، ان انتوا لو فكره الزفاره دي اتشالت من البدايه احنا في الامان جدا، هتاكلوا كوارع جميله. على فكره لو الناس في ناس لو ما جربتهاش جربوها هتعجبكم، جربوها في الورق عنب بالصوص والتتبيله اللي هنعملها برضو هتعجب حضراتكم جدا. خدوا من الحتت الصغننه مع تيست حاجه بتحبوها، جربوا يمكن تغيروا رايكم. طيب هبدا بقى ايه، انا هحطها هنا هغطي عليها بقى وهسيبها تغلي. خليني بس ايه امسح هنا شويه الكركم اللي فوق دول، وبعدين اوري بقى حضراتكم احنا سلقنا. بصوا بقى البهريز بتاعتها، طبعا هي من نوع بسم الله الريحه رائعه، انا مش متضايقه منها، يعني انا كشخص ما بياكلش الكوارع. بصوا بقى بسم الله، بصوا الجمال،
الله الله، اهي ايه الاخبار؟ سادة مصورين عاملين ايه؟ ابتسامة جميلة ورا الكاميرا، يعني ايه رائعة بصراحة. طيب انا الكوارع عايزة اقول لكم والله رائعة، ريحتها حلوة، الشوربة جميلة، هنعمل بس شوية فنجانين شوربة برضو كده سخنين مع شوية ليمون، واحد ياخدهم كده. هي الفكرة فيها فعلا ان هي بتملى الجل، يعني الناس اللي ممكن تكون بتعاني من خشونة، يا جماعة كل الكوارع بجد والله مفيدة جدا. بتمنى اللي بيقولوا الفكرة بين العظم بيبقى فيه الجل اللي احنا بنروح الناس تتحقن عشان ما يعملش خشونة فيبدأ يبقى فيه ليونة، فهي على فكرة بتعمل كده. يعني هي الكوارع سبحان الله من عند ربنا بتعمل كده. الناس تقول تاكلوا رجلين البقر، يا جماعة بره في اسبانيا بياكلوا رجلين الثور، بياكلوها يعني بيعملوها في اسبانيا، فعادي يعني ايه المشكلة؟ ايوه ده في اليابان دول بياكلوا كل حاجة غريبة. طيب انا حطيت الشوربة دلوقتي، عايزه اقفل طاجن بس بجزء من شويه من الكوارع اللي انا عملتها، فاسمحوا لي اقول مقادير الطاجن عشان نعمله وبعدين ناخد شويه كده في ليل الشوربه. طاجن الكوارع بقى هنعمله كده لطيف، عندي كوارع متقطعه قطع متوسطه، ممكن احطه بالعظم ممكن احطه في ليل اللي حسب ما حضراتكم تحبوا. بصله مفرومه، بقدونس مفروم، كزبره، عندي ثوم، وعندي كوبايه ونص من الحمص مسلوق طبعا، جنزبيل لو عندي فريش اوكي، لو ما عنديش حط باودر، عندي عصير طماطم وبابريكا وصلصه، قرفه وفلفل اسود وكركم وملح، ولو في زبيب هحط، ما عنديش مش مشكله، في ناس بتحب تحط لوز وزبيب، انا بصراحه هعملها بطريقتنا المصريه العاديه، اللي عايز بقى يضيف الاضافات دي برضو اختيار لحضراتكم. طيب هجيب الطاجن الحلو ده، هنعمل الجزء ده ني في ني، هي مستويه مش هتاخد وقت بس ياكل من بعض، ياخد مع بعضه كده الخضار الحلو ده، فاخد شويه كده من البصل الجميل الحلو المفروم ده، وبعدين عندي من الثوم ممكن يبقى الفصوص بتاعته كده، ممكن يبقى مفروم اللي يعجبكم، الخضار بقى اي خضره انتوا حابينها اهي، الله الله كده، عندي فلفل الوان شرايح، عندي طماطم حطوا بقى، هحط برضو ورق من اللورة هنا، عندي الجنزبيل، خليني اخد معلقه من الثوم، وخليني احط رشه من الجنزبيل هنا مع الكوارع عشان ايه يبقى الموضوع حلو فعلا، رشه كده من الكركم، معلقه، وادي البابريكا، وادي رشه خفيفه من القرفه، خليني اخد الحمص شوية كده جزء تحت وحمص بقى، احط جزء تاني فوق، اقلب دول، وهجيب بقى ملح وفلفل، معلقتين زيت زيتون كده، وهاخد شوية من الشوربة بتاعتها دي معاها طبعا، وفي عصير طماطم اكيد هيتحط، ادي الملح، وادي الفلفل، وبعدين نقطتين زيت زيتون كده مع الخضار، هي مش محتاجة بس بقى أنا بحب أحط لها دايما. خليني بقى إيه أخد شوية من الكوارع الحلوة دي، أزيد العظم، الله الله كده، عايزه اشيل شويه بس عشان اهو اخد دي كمان كده، وهاجي هنا هزود بقيه الحمص، هحط شويه من الشوربه بس احط معاها برضو مكعب مرق للتيست، وادي الطماطم، العصير، معلش عادي، هنا الله الله كده،
حاجه بسيطه قوي، هياخد غلوه بس مع الخضار اللي تحت لان هي اوريدي مستويه. رشه بقى من الخضره الحلوه دي. ناخد مدام روحيه. يا اهلا وسهلا حبيبتي مدام روحيه، مساء الخير. مساء النور يا صباح، وحشاني يا عظيمه. ازاي حضرتك؟ ما عرفتش امبارح اخش لك خالص يا عظيمه. ولا يهمك. ليه يا فندم؟ احنا من سوء حظنا، انا سوء حظي ده. لا لا يا حبيبتي، ربنا يبارك فيك. ربنا يخليك يا فندم. تسلم ايديك على الحاجه اللي بتزغللي بيها يعني. انا اسفه، حقك عليا والله. كل سنه وانتم طيبين. تسلم يا حبيبه قلبي. قربنا يا عظيمه، قربنا ان شاء الله. دي هناكلها طبعا ان شاء الله، وتاكليها بالف صحه وهنا على قلب حضرتك. الله يخليك. انا عايزه بقى منك السمك الصياديه. ايوه. وحفيدتي واقفه جنبي بتقول لي مولتي كيك. يا نور عيني، بس كده من عينيا ان شاء الله اعمل لها مولتن كيك. حاضر، بس كده حضرتك تامري. والله يخليكم. بسلم على سهام وعلى احلام حبيبتنا. ايوه. حبايبك. حبايبي كلهم بصراحه، مش عايزه انسى حد. الله يخليك يا فندم. تسلمي، يسلم ذوق حضرتك والله. وكل سنه وانتم طيبين. وحضرتك بالف صحه وسلامه يا فندم يا رب. تحياتي لحضرتك ولاسرتك جميعا ولحفيدتك الجميله، قولي لها من عيوني هعمل لها الملتون كيك. حاضر. طيب هدخل بقى الطاجن ده الفرن. انا الحقيقه مش عايزه اغطيه، انا عايزه اسيبه كده عشان هو هياكل يعني من بعضه شويه، وخليه ممكن احط له شويه مرق بقى بالمره، كبشه كده من الشوربه الحلوه دي، علشان يبقى الطاجن ايه زي الفل. بسم الله. اهي كبشه كده صغنونه كده، شايفينه كده بالنسبه لكم كويس اهو. الله 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 اهو. هدخل بقى الفرن متوسط 180، هي مستوية فمش محتاجة يعني اهو. تمام. اسمحوا لي مشاهدينا الكرام ناخد فاصل، ونرجع بعد الفاصل هنكمل باقي حركات اللي هنعملها النهاردة بالكوارع، وان شاء الله يا رب تبقى الحلقة خفيفة على قلوبكم. مستنية حضراتكم. ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام مرة تانية بعد الفاصل. انا بحاول بس ايه اخد طبق كده صغير بشوكاوي السكينة، نقطع القطع الحلوة. بصوا الملزلزة دي، الله الله الله. نعم. اشيله يعني؟ عايزين حاضر اجيبه في الجنب هنا. حاضر حاضر اوكي. بصوا الحتت الحلوة دي، الله الله. هناخد بقى ايه السبون كده، احط في مج الشوربة شوية شوربة وشريحتين ليمون. لا تبقى حاجة آخر عظمة بصراحة. بصوا ما شاء الله. أهم حاجة التسوية بقى تاخد وقتها. إحنا أول حاجة أول ما بتغلي، بصوا الريحة جنبي والله كأني بعمل شوربة لحمة، مش حاسة بفرق يعني. بصوا أهي ده شكل الشوربة، شوفوها بقى أهي ريحة الكرفس والجزر والمنكهات وورق لورا والحبهان والمستكة. الدنيا والله بتختلف جدا. كده حتى اللوزة دي حط بقى كده ايه من هنا كبشه من الشوربه الحلوه. يبقى عندنا طبق شوربه معتبر اللي بيحب شوربه الكوارع، فيها كده قطع مخليه من الكوارع. اوه لا لا يا سيدي. وبعدين هغطي بقى الشوربه دي خلاص. خلينا بقى الشويه الصغيرين اللي انا عايزه اخليهم دول هعملهم قاعده عشان ورق عنب. بصوا بقى الورق عنب، طبعا احنا مفيش دلوقتي ورق عنب اخضر، فاحنا عندنا يا اما فروزن مجمد يا اما الورق عنب اللي هو في البرطمانات. انا الحقيقه لقيت اللي في البرطمانات، بس انا بعمل فيه ايه بقى، انا باخده واشطفه، بطلعه من الماده الحافظه بتاعته دي واشطفه وتمام. اخد بس شويه ايه، بصوا اللي حوالينها دول، هي بسم الله ما شاء الله يعني ايه واخده حقها في السوى تمام خلاص. وهنا برضو معانا مريومه. يا اهلا وسهلا بيك. ازيك يا شيف عظيمه؟ عامله ايه حبيبه قلبي؟ الله يخليكي. الحمد لله رب العالمين يا حبيبتي. الحمد لله. تستاهلي الحمد والف سلامه عليكي. الله يسلمك يا حبيبه قلبي. الله يخليكي.
انت اخبارك ايه؟ الحمد لله حبيبه قلبي. الله يخليكي، تسلم ايديك يا ستي. وبعدين في حد ما يحبش الكوارع؟ يا روحي. اه والله انا هجيب، بصي انا على طول على ما تخلص الحلقه هتلاقيني عندك. يا نور عيني، ده احنا هنبعت لك لحد عندك يا حبيبه قلبي والله. الله يخليكي يا حبيبتي، تبقى اسهل. انا استفدت، ده شرف لينا والله. تسلمي. الله يخليكي يا حبيبتي، تسلم ايديك يا حبيبتي. تسلمي يا روحي، تسلمي، تسلمي ذوقك. عايزاك بقى يا شيخ عظيم تعملي لنا شويه بسكوتات كده بالشوفان. نعمل، مفيش والله. انا كل البلان ده الاسبوع اللي جاي كل اللي طلبتيه من عندي ولعندي. الله يخليك، احسن الوزن زاد واحنا لسه في اول الشتاء. لا ما تخافيش. لا احنا عايزينك سمباتيك يا جميل عشان تاخد فورمه الساحل بعد كده. ايوه حبيبه قلبي ان شاء الله. نورتيني، ما تقلقيش. طلباتكم اوامر. الله يكرمك يا حبيبتي. تسلمي. تصبح على كل حبايبنا حبيبتي كلهم. كل سنه وانتم طيبين. حضرتك بالف صحه وسلامه حبيبتي. اتفضلي، نورتيني. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب ما تقلقوش والله، كل حاجه طلبتوه محطوط في البلان. ابدا كل حاجه عايزينها اعملها من عيوني. طيب احنا هنا الشوربه ريحتها حلوه بصراحه. خليني بقى ايه اخد دي كده هنا في جنب على النار الاهدى شويه. اوكي. هنا انا حاطه شويه محشي. طيب انا هعمل ايه بقى في الكوارع دي؟ عايزه اجيب طاسه كده او صينيه. خليني مثلا اخد دي. طاينة. وعايزه نقطتين زيت كده، زيتون. هي طبعا الكوارع خلاص مش محتاجه منكه تاني، بس انا حابه اظبطها بقى مع الورق عنب. هقول الخلطه دلوقتي حالا، وهقول هنعمل ايه وهنرصها ازاي عشان نطلعها يبقى شكلها حلو ولطيف. فانا دلوقتي عندي طبعا، هو ده الولد بس مقطعه كبير شويه معلش. هناخد هنا شرايح مثلا من الطماطم، الفلفل الالوان او الجزر، او هعمل قاعده بصل طماطم فلفل اللي موجود، رشه ملح وفلفل. بحب قوي احط للورق عنب كام ورقه نعناع كده، او عود نعناع يدي طعم وريحه حلوه قوي. وعندي هنا كام فص ثوم، يعني كام شريحه ثوم كده هنا. اوكي خليني اشوف دول هنا في كام، في كام مستكايه اهم. خدهم هنا كام مستكه دول، حطهم هنا. وبعدين هبدا بقى اخد المعلقه اللطيفه دي، وهاخد اللي انا خليتهم شويه صغيرين دول. كتروا بقى الكميه زي ما حضراتكم حابين، مفيش مشكله خالص. تشويحه بس خفيفه كده. عايزين بقى تكتروا الطاجن عن كده مفيش مشكله. رشه فلفل، رشه خفيفه من القرفه، خفيفه رشه من الجنزبيل كده. عارفين اللي هو ايه، اديتها بس تيست كده حلو قبل ما احطها. وبعدين هاخد ده انزلها هنا الاول، وهبدا بقى نقول مقادير الورق عنب. عايزين تكتروا عن كده كتروا كميه بقى اللي حضراتكم حابينها، حله بقى كبيره حله صغيره، تعيشوا الحياه زي ما انتم عايزين. اشوف هنا كده في شويه كام لزلوزه كده. امان. طيب ممكن احط دي تبقى جايه نازله على الوش كده رقعه، مش هتقول لا على فكره. قمر قمر يعني. خلاص نشيل دول بقى ورقه اللورة دي كده. امان. يبقى انا شوحتهم تشويح عشان جوزة الطيب. بصوا دي جوزة الطيب، لو حابين تحطوا حطوا منها جزء مع الشوربه، ما بتقولش لا. يبقى جنزبيل وجوزة الطيب وحبهان ومستكه وورق لورا. الله الله على الشوربه. طيب هاجي بقى خلي الليمون ده في الاخر. حطيت رشه ملح وفلفل. هنقول بقى الخلطه بتاعه المحشي. خلينا كده ايه نجمعها مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. خلطه المحشي. عندي ورق عنب، عندي كوارع على حسب ما احنا حابين قد ايه الكوارع بتاعتنا، يعني الكميه اللي احنا عايزينها بس احنا سالقينها، لان طبعا السوى بتاع الورق عنب غير السوى بتاع الكوارع. استحاله نحطها وهي نيه، او حتى لو نص سوى مش هتستوي 100%. طيب عندي بصل مكعب، بصل مفروم او متقطع صغير زي ما حضراتكم تحبوا. عندي كوبايتين من الرز، شبت وبقدونس وكزبره ونعناع مفروم، رشه من القرنفل، ملح وثوم، شرايح ثوم، عصير ليمون، عصير طماطم، وزيت او سمنه، بهارات وشطه. لتحت عندي تحت طبقات اللي هي حلقات البصل وحلقات الجزر او حلقات الطماطم، شرايح الثوم. دي الحاجات اللي انا بحطها تحت للمحشي. طيب
انا خلاص اهو هبدا بقى اخد علشان اعمل الخلطه. فانا هعمل ايه؟ البصل المفروم، كميه بصل حلوه كده، وبعدين خليني ايه اخد الخضره هنا، شبت بقى بقدونس كزبره، دي خلطه نايف نايف. دي طبعا غير اللي احنا بنعملها اللي فيها لحمه مفرومه و سقي ليمون. في كذا طريقه على فكره للورق عنب. في طريقه بتعمل بالبقدونس بس، بعملها بالبقدونس بس ما بحطلوش حاجه تانية. بس احنا هنا بقى عشان هو في معاه كوارع فانا عايزاه ياخد طعم، يبقى معاه خضره حلوه. طيب خلي شرايح التوم هنا جنبي، هعمل كده، وعندي رشة ملح وفلفل. معانا أم إسلام، يا أهلا وسهلا. أهلا بيكي حبيبتي، ازيك؟ عاملة إيه حبيبة قلبي؟ الحمد لله يا حبيبتي، نحمده على كل اللي يجيب. وأنت عاملة إيه؟ الحمد لله حبيبتي. عليكي وعلى الأولاد عاملين إيه حبيبتي؟ بخير الحمد لله، ربنا يخليك يا حبيبة قلبي. ربنا يبارك لك فيهم يا رب. آمين ويخلي لك إسلام يا رب. ربنا يخليكي. أنا بصي جاية بجري طبعا عشان أشوف حبيبتي عاملة يا روح يا روح. خلص بس موضوع شغلي وكده. ربنا معاكي. طبعا أنا فتحت لقيت المنظر الجميل قدامي. الله يخليك، الله يبارك لك بجد، منظر الكوارع حلو قوي. أيوة أنا عارفة إنك بتحبها يا جميل والله. الجميل اللي انت عاملاه طبعا انت خليتيني جوزة الطيب دي ادخلها في كل اكل، كل وصفاتي. ايوه حبيبه قلبي، ادخل فيها جوزة الطيب ده برضو انت اللي علمتيني ده يا روحي. الله يبارك لك حبيبتي، ربنا يخليكي. بصي انا هسالك في حاجه برضو بخصوص الورق العنب بالكوارع. انا كنت خدتها من سيف في فندق. ممكن والشوربه بتغلي ساعات بعملها وساعات لا، يعني انت قولي لي صح ايه. وهي الشوربه بتغلي مع الورق العنب، بحمر تومه لو فيها سنه يعني بدل الزبده ممكن سنه ليا، واروح حطها على الوش والشوربه بتغلي. لو انت بتحبي الليا اوكي. حلو، بس عايز اقول لك على حاجه، ده طعم وده طعم تاني خالص، لان اللي هي هتطغى على طعم الكوارع من الاخر. لكن لو بزبده حبه التكه دي يعني تبقى حلوه، انا ساعات بعملها وساعات لا. اعمليها توم بلاش ليا، اعمليها تومه وحطي معاها شويه الكوارع. اللي هي لو طغت قوي مش هتحبي حاسه طبعا كوارع. طبعا هيبقى حرام ان احنا. لكن هو فعلا الطاجن ده بره انا مش قادره اقول لك بجيبه بكام، فعلا غالي جدا. دي حقيقه. فهو فعلا طعمه بيبقى اكتر من رائع. ربنا يخليكي حبيبتي، تسلمي يا ام اسلام، حاجات كتير حلوه قوي يا حبيبتي. فطبعا انا والله ما بلبسي وقلت لازم اكلمك اشكرك على المنظر الجميل الحلو ده. تسلمي يا حبيبه قلبي، ربنا يبارك لك حبيبتي. الله يخليك وفي اولادك، ربنا يخليك لينا عزيمه. ربنا امين ويخليكوا ليا يا رب والله. يا حبيبتي شكرا ليكي، نورتيني بحفظ الله. عليكم السلام يا حبيبه قلبي. فاصل بقى صغير بعد المكالمه الحلوه بتاعت ام اسلام دي، ونرجع نتناقش مع بعض في المحشي. بس انا قبل ما هاخد الفاصل هحط كده معلقتين من زيت الزيتون، حطيت ملح وفلفل وبهارات، حطيت نعناع فريش. انا بحط مع الورق عنب ساعات نعناع فريش مع الخضره يا جماعه، انا بحط نعناع فريش عشان بيدي تيست حلو قوي، طعم حلو قوي. مع المحاشي الورق عنب والدولمه ما بحطش كمون، عاده بيبقى الكمون مع الكرنب، واذا حبيت احط تاتش او شعره للناس اللي متعوده بس من غير ما طعم الكمون يطغى اوكي. انا ما بحبش اللي هي لما تكون اللي هي بتستخدم في المطلق، ان انا مجرد اني احطها لانها بتطغى على اطعمه اخرى، انا مش حابه كده. فخلينا دلوقتي، انا عملت الخلطه، حطيت الطماطم مع معلقتين الصلصه، البصل، الثوم المفروم هحطه بس انا مش هحطه جوه الخلطه، انا هحط كده شرايح الثوم معاها، ملح وفلفل وبهارات، الخضره الشبت والبقدونس والكزبره والنعناع ده، وحطيت شويه من البابريكا مع الملح والفلفل والبهارات. ما عملتش حاجه تاني غير اني حطيت النعناع الفريش، وحطيت هنا في القاعده شرايح الطماطم والجزر والبصل، شوحت الكوارع بعد ما اتسلقت في السلق الحلو بتاعنا والبوكي جرني، بديتها فص مستكه واديتها رشه كده من الملح والفلفل ودخلتهم مع بعض، حطيت شرايح الليمون وحطيتهم تحت هنا في الطاجن، وهبدا بقى احشي الورق عنب ونبدا نرص ونشوف هنعمل ايه مع بعض. لكن بعد الفاصل مستنيه حضراتكم. هذا البرنامج برعايه
جروهي، احتياجاتك وأكتر. للإعلان على قناة المحور الفضائية. جروهي، your needs and more. جروهي، احتياجاتك وأكتر. هذا البرنامج برعاية ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام مرة تانية بعد الفاصل. أنا ما عملتش حاجة، زودت بس شوية عصير طماطم قبل ما نطلع، زود لنا شويه ميه تسخن عشان لما اجي اسقي المحشي ونشغله بقى. اوكي، شيل بس دول. حطيت الشرايح دي وخلاص، شوحنا دول وحطينا كل الحركات. حط كده شريحتين ليمون كمان. عصير الليمون مهم قوي مع الورق عنب كمان، لما بتسقي بيه بشويه صغيرين بيدي مزازه حلوه قوي. بصوا انا عملت هنا، بس انا حاطه هنا طبق صغير عشان ابقى كبسه الورق عنب اهو. مش عارفه هيبان، خليني اوريه لكم كده عشان ما يفكش. اوكي، بس فانا هحط كده وسقيت اهو بالمرق شوربه الكوارع. الكوارع تحت كمان، بس هو طبعا الوقت يا عزيزي قلبك هو ده المهم. خليني احطه على العاليه دي شويه، يجوز ربنا ينفع خسارته يعني. تمام، طيب نبدا بقى نجيب ادي الورق عنب. اهم حاجه بقى اللي جوه البرطمانات عشان في ماده حافظه، خلينا دايما نشطفه تحت الميه، لازم اشطفه. واي معلبات هنجيبها سواء حمص او بسله او مشروم او لازم تتشطف جدا. طيب عايزه اوسع عشان اوريكم بقى الحشو. احنا عملنا قبل كده الكروم. خليني اخد كده طبق مثلا نظيف زي ده. حاضر، من عينيا. شيل الزيت ونبدا بقى نشوف الورق عنب. الورق عنب لو الورقه كبيره، طبعا احنا اتعلمنا كده، لو الورقه كبيره كبيره نقسمها نصين، ولو حتى اتقطعت لا قدر الله مني ايه المانع، هنركب اتنين فوق بعض وهعمل لكم حاجه زي كده برضو. طيب دي ورقه كبيره، نشوف لو الناس اللي بتحب نعمل كبير ووسط وصغير. دول والله كله كده ماشي. اوكي، كله 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 ماشي فندم كده، عشان بس حبايبنا خلوا عصير الليمون انا محتاجاه. هنشيل دول. امان، محتاجين حاجه تانية ولا حبايبي الحلوين؟ اوكي، طيب خلوا لي ده. هنعمل ايه بقى؟ اهي مقطعه خالص ومتنيله بنيله خالص. هنعمل فيها ايه؟ شويه رز. اهم حاجه الرز ما يكونش كتير، انا عايزه الرز يكون شويه وبالطول كده. جت ورقه نعناع كده يا سيدي، ده كتير. اهو معانا مدام ناديه. اهلا وسهلا. في احلى من المارونجي لسيه؟ ايه، في مدام ناديه في عظيمه اللي سماك عظيمه كان عارف ان انت هتطلعي عظيمه بجد. يا حبيبتي الله يخليك. يا حبيبتي ما شاء الله عليك يا دود. الله يخليك يا نور عيني. ايه الاكل الجميل ده اللي يفتح النفس ده يا روح؟ يعني انا دلوقتي بقى حرم السبانخ دي واقول لا يا نهار ابيض، ده احنا نجي لك يا قمر. يا سلام، افتح يا ولد. عسل والله.
يعني يا روح قلبي. احلى حاجه فيكي الطبيعه الجميله. احلى حاجه. هو في احلى من كده يا مدام ناديه؟ بحس ان انت بنتي واختي اللي ناس طبعا تانية. شرف ليا حبيبه قلبي. جميل. ربنا ما يحرمنا منك أبداً. ولا من حضرتك ولا وقفتك ولا ابتسامتك ولا اخلاقك. كل طبعاً. حاجه فيكي جميله والله. الله يخليك يا حبيبه قلبي. تسلميلي يا حبيبتي. تسلميلي ونورتيني. بقى النهارده انا عجوزه بس لسه برضه يا قمر. لا تقوليش كده. بقول لك ايه، انا بحتار في الثوم لما بحطه في المحاشي. هو بيتحط في اي محشي ولا مثلا لا محاشي معين؟ لان اقول لك بيبقى حلو مع مين؟ مع الكرنب بس حاجه قلبي. بسيطه مع الكرنب. حاجه بسيطه قوي يعني. نص معلقه كبيره مفروم على على الخلطه كلها. أيوة. على ثلاث كوبايات رز كوبايات. دي تيست حلوه قوي مع الورق عنب. ما يتحطش جوه الخلطه، يتحط كده شرايح زي ما حطيته فقط لا غير. غير أيوة. كده لا غير كده. الله يفتح عليكي. والله انا كنت بحتار اقول ايه احطه، لا ده طعمه يبقى نفاذ في صح وبيغير في طعم الاكل طبعا. اكيد لان طبعا. الثوم ده يعني مضاد حيوي وجميل. بس في كل حاجه اكيد يتحط. صح يا حبيبتي. انت مش شامه حاجه جايه لك لحد عندكم؟ شامه السبانخ. لا التيكه التايجر بقى طالعه بقى. اوعى وشك. اوه لا ده كلام كبير جدا. جميله عملاها بمقاديرك ما شاء الله. يعني كثيرات كده بقت ملو ما شاء الله. الصينيه ما شاء الله ما شاء الله. والله تسلم ايديكي انت يا مدام نادي. كل وصفاتك جميله وكل مقاديرك مظبوطه. الله يخليكي حبيبتي. ربنا يبارك في عمرك وكل سنه وانت طيبه وسنه سعيده عليكي وعلى الاسره. أمين. وعلى اسره المحور جميعها وكل القائمين على القناه. امين يا رب. تسلمي لي يا فندم. ربنا يسعد ايامك مدام ناديه ويسعد ايام اولادك كلهم حبيبتي. خليكي ليهم. طيب انا مش عارفه انا يعني ايه المكالمات الحلوه والكلام الحلو ده والله. اهو اقفل كده واحط كده. طيب عايزه اقطع ورقه، هوريكم ورقه مقطوعه اتنين. دي صغنونه قوي. ممكن لو ورقه صغنونه كده وانا مش عايزه اعملها صغنونه قوي كده، اخد كده نص من ورقه تانية واحطها هنا فوق هنا في النص هنا. شايفين دي ورقه اهي وادي نص. اكملها عادي وتطلع صباع مظبوط ويبقوا برضو قد بعض عادي جدا. شويه كده ونعمل بقى. هاخد كده، هي المفروض حرف يمين وحرف شمال، والف لفه واحده واخد من حرفين. طبعا احنا على الايد، انا على الايد اسرع، بس انا بحاول اعمل هنا علشان حضراتكم تشوفوا اهو. ولازم يبقى مقفوله كده والله. طيب امان. هبدا بقى ارص مثلا اهو فوق بقى الكوارع الحلوه دي. نرص بقى الورق العنب الجميل ده داير ما يدور. الحله طالما ما بتلزقش ما تخافوش. طب بتلزق، هحط ورقه فويل تحت واحط فيها رشه الزيت وافرش الفرشه بتاعتي دي وهحط الحاجه كلها واقلبها ويبقى الاخر هو الفويل. ارفع الفويل كده بهدوء وارميه، مش مشكله خالص ولا تضايقوا نفسكم وان شاء الله تطلع لطيفه وحلوه. خليني ابص على الطاجن يمكن يطلع معانا برضو نبقى احنا عملنا حاجه حلوه. حط دول هنا. دي ممكن تيجي كده يعني ايه، عارفين القص واللزق. احنا قاعدين شغالين كده بنشوف. اهم حاجه محشيش كتير لان هو بينفش وهي بتتفتح، لازم تتفتح شويه. فانا عايزه ارولها قوي، ابقى قافله عليها وانا بقفلها كده كاني بالظبط كده ايه اخليها جامده كده ضامنه انها قفلت جامد اهو. اوكي. وبعدين احط بقى هنا وابدا بقى ارص الكميه كلها داير ما يدور. طيب نبص هنا وبدا يغلي. طبعا انا هعمل ايه، اهم حاجه هنا هعمل من شوربه الكوارع شويه كبشه واحط معاهم شرايح الليمون وشويه من عصير الليمون، وهغطي بالطبق اللي انا حطيته ده الصغنوني صغير ده اللي انا حطيته اكبس بيه ورق العنب. هو شغال غالي مش عايزه اشيله اهو، لازم احطه ده اكبسه بيه. طب سريعا عشان هو سخن اهو. اكبس كده عشان انا مش عايز لحد ما يتسوى وبعدين ابدا اهدي عليه. انا دلوقتي النار عاليه هبدا بقى اهدي خلاص. اول ما يبدا يغلي ههدي وخليه يتشرب زي الرز الطبيعي بالظبط. خلاص نبص بس على الطاجن كده يا رب يطلع معانا ويبقى لطيف ان شاء الله. حلو برضو الطاجن. هو مش الحقيقه مش محتاج شغل. معلش هي بس دي بتفلت مني، خلينا اطلعها سنه لبره كده. اوكي اخد دي اسلق. بسم الله. اوبا واو كده. حاضر خليني بس ايه انضف الحركات. بصوا مش محتاج والله الصوص الطماطم مع الحركات وهي بتغلي لوحده وهي بصوا
مستوية لزلوزة وجميلة يعني، إن شاء الله يا رب بس إيه تعجب حضراتكم. طه بس هنا بسم الله، ويبقى من جنب الشوربة من الطواجن الحلوة برضو. الحمص والله بيدي طعم، الخضرة اللي حطيناها بتدي طعم حلو. يعني إن شاء الله تجربوه برضو ويبقى حاجة مختلفة أو تغيير. طيب الورق عنب خلاص. طيب أنا كان نفسي بس أطلعه، لكن أنا يهمني حضراتكم تعرفوا الفكرة. يبقى أنا حطيت رق تحت من شرايح الطماطم، شرايح، وقلنا لو الحلة بتلزق هنحط فايل، رشة زيت زيتون مهمة قوي، رشة الزيت دي بتفرفت وتخليه كده، حتى لو احنا يعني الرز نوعه مش حلو بيساعده ان هو يطلع يبقى مفلفل، فما فيش مشكلة خالص. أنواع الرز بتختلف، كلنا ما بنستخدمش نفس نوع الرز في المحشي. فهحط وحط شرايح الثوم، وابدأ بقى احط الكوارع بعد ما شوحتها في فصين المستكة الحلوين اللي عندي مع رشة ملح وفلفل. حطيتها بعد ما اتسلقت طبعا وكانت مسلوقه في البوكي جرنين اللي اتفقنا عليه، جزر وبصل وكرفس وورق لورا وحبهان ومستكه وشويه من الجنزبيل وعود قرفة حلو. بعد ما اديناها غلوه ورمينا الميه وشطفناها وحطيناها واديناها صدمه وحطيناها ميه سخنه، غلت وبقت الشوربه رائعه. اوكي قطعنا وحطينا ورصينا ورق العنب. اول ما بيستوي بسيبه بس كده يهدى شويه حوالي ربع ساعه، واقلبه واسيب الحله فوقه شويه لحد حوالي 10 دقايق ربع ساعه، وبعدين ابدا اشيلها بالراحه. ان شاء الله يطلع مظبوط معاكم. اتمنى يا رب الحلقه تكون خفيفه على قلوب حضراتكم. ان شاء الله ابتداء من الاسبوع الجاي من عيوني وصفات صحيه جميله، وصفات عشان الكريسماس وراس السنه، والميلتون كيك علشان الحفيده الجميله. من هنا الحلقه جديده، اشوف حضراتكم على الف خير وصحه وسلامه، وسلام عليكم.